الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويقول سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ويقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمر كله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد: فإن ديننا العظيم هو دين السماحة والتيسير، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء قوله تعالى: ولا يريد بكم العسر، بعد قوله سبحانه يريد الله بكم اليسر، تأكيدا على سماحة الإسلام في أسمى وأعلى معانيها، ورفضا لكل أنواع التشدد والتطرف. فديننا دين السماحة، نقف عند ثلاثة جوانب فقط من السماحة: السماحة في البيع والشراء، والسماحة في الكلمة الطيبة، والسماحة في التعامل مع المختلف دينيا أو عقديا. أما عن السماحة في البيع والشراء فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ويقول صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة، لم يقل بكثرة صلاته ولا بكثرة صيامه ولا بكثرة حجه، دخل رجل الجنة بشيء واحد: بسماحته قاضيا ومتقاضيا. وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كانوا قبلنا كان يقول لغلمانه: إذا وجدتم إنسانا معسرا فتجاوزوا عنه، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنا يوم القيامة. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك من عبدي تجاوزوا عنه. ويقول الحق سبحانه في ذلك:
وإن كان ذو عسرة، أي إن كان المدين الذي عليه الدين معسران فأنت بين أمرين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أمهله وأعطيه فرصة ولا تضيق عليه ولا تضطره إلى بيع الغالي والنفيس ليقضي دينك، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذا قالوا إبراء المعسر خير من إمهاله وإنذاره. فإن طابت نفسك أن تعفيه وأن تبرئه من باب من يصى على معسر يصى الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن إنسان كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإن لم تطب نفسك بالإبراء والإعفاء فعلى أقل تقدير كن رحيما بالناس، فمن لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فليسع غنينا فقيرنا، وليسع قوينا ضعيفنا، وليسع عالمنا جاهلنا، وليسع شبابنا شيوخنا وشيوخنا شبابنا، وليسع كبيرنا صغيرنا، وليسع صغيرنا كبيرنا. فهذا هو ديننا، الدين المعاملة، وخير الناس أنفعهم للناس، وخير الناس أرحمهم بالناس، وخير الناس أسمحهم تعاملا مع الناس. ثم يأتي السماحة في الكلمة الطيبة، حيث يقول الحق سبحانه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة الطيبة. وقد قالوا: البر شيء هين وجه طلق وقول لين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يريد النبي صلى الله عليه وسلم لحياتنا أن تكون حياة سعيدة تملأها البهجة واليسر والسماحة والتسامح والكلمة الطيبة والابتسامة، لا أن يكون الإنسان فظا غليظا. فالمؤمن سهل هين لين يألف ويؤلف، والكافر فظ غليظ لا يألف ولا يؤلف. وحتى من الإنسانية قبل مجيء الإسلام، الشاعر زهير بن أبي سلمى يقول: تراه إذا ما جئته متهللا، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. ويقول أبو الأسود الدؤلي: وإذا طلبت إلى كريم حاجة، وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. ويقول المتنبي: تهلل قبل تسليمي عليه وألقى ما له قبل الوساد. أما النقطة الأخيرة التي نختم بها فهي السماحة مع المختلف دينيا أو عقديا. وهنا نؤكد أن الإسلام قد كرم الإنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل كرمنا المسلمين وحدهم ولا المؤمنين وحدهم، وإنما قال: ولقد كرمنا بني آدم. وحرم قتل النفس، أي نفس وكل نفس، فقال: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولما مرت جنازة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هب صلى الله عليه وسلم واقفا لحرمة الميت، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم:
أليست نفسا. وقد عبى شاعرنا الكبير أحمد شوقي عن التسامح بين المصريين على اختلاف أديانهم وعن التعايش المحتام بينهم، فقال: أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مراما، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويعظمون لأجلنا الإسلام، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. التنوع سنة كونية إلى أن تقوم الساعة. الدين للديان جل جلاله، لو شاء ربك وحد الأقوام. هذه بيوتكم وتلك بيوتنا، متجاورين مودة ووئاما، هذه قبوركم وتلك قبورنا، متجاورين جماجما وعظاما. فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما. وكان الشاعر اللبناني الأصل المهجري محبوب الخوري يقول، وكان قد خرج من بلده في وقت تعصب ديني، قالوا: تحب العرباء؟ قلت: أحبهم. يقضي الجوار علي والأرحام؟ قالوا: لقد بخلوا عليك. أجبتهم: أهلي وإن ضنوا علي كرام. كما يقول الآخر: بلدي وإن جارت علي عزيزة، أهلي وإن ضنوا علي كرام. قالوا: تحب العرباء؟ قلت: أحبهم. يقضي الجوار علي والأرحام؟ قالوا: لقد بخلوا عليك. أجبتهم: أهلي وإن ضنوا علي كرام. قالوا: الديانة؟ قلت: جيل زائل. قالوا: التعصب والعصبية؟ قلت: جيل زائل، جيل التشدد والتطرف، جيل زائل لأنه ليس الأصل. الأصل السماحة واليسر وقبول الآخر. قالوا: الديانة، أي المتعصبون. قلت: هؤلاء المتطرفون والمتعصبون والمتشددون هم وأفكارهم إلى زوال. قالوا: الديانة. قلت: جيل زائل وتزول معه حزازة وخصام. ثم انظر إلى الشاعر المسيحي ماذا يقول. يقول: ومحمد بطل البرية كلها، هو للأعايب أجمعين إمام. وكان شوقي يقول: أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلوا عليه وسلموا تسليما. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. عندما نتحدث عن السماحة فإننا نفرق بوضوح ونعي الفرق الواضح بين السماحة التي لا تكون إلا من قوي، وبين الاستسلام الذي يكون من الضعفاء، إذ لا يتصور من الضعيف أن يكون متسامحا. هو ضعيف لا يملك لنفسه ولا من أمره شيئا إلا أن يستسلم. أما السماحة والحلم فيحتاجان إلى قوة. وأنشد النابغة الجعدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولا خير في حلم، ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، أي أن الحلم والسماحة يحتاجان إلى قوة
تحميهما. ففي الوقت الذي ندعو إلى السماحة واليسر نأخذ بكل أسباب القوة وبناء القوة، ولا سيما في لحظات وفي الأوقات التي تكسر فيها التحديات وتحتاج منا إلى وقفة رجل واحد. ولا شك أن وحدة أبناء الوطن ووحدة الصف الوطني ووقوف الشعب المصري صفا واحدا خلف قيادته السياسية وخلف جيشه وخلف شرطته وخلف دولته وخلف مؤسساته الوطنية أحد أهم عناصر هذه القوة، بل هو العنصر الأول بين موازين القوى في حسابات أي دولة من الدول، حيث يقول الحق سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقوة الصف الداخلي ووحدة الصف هي أهم عناصر القوة لأي دولة من الدول. وقلنا إن من يقرأ التاريخ في القديم والوسيط وفي الحاضر وحتى من ينظر إلى المستقبل يجد من يقرأ بعناية قيام حالات قيام الدول وسقوط الدول، يجد أنه لم تسقط دولة من الدول عبر التاريخ أبدا إلا إذا كانت الخيانة والعمالة والخلاف بين أبنائها والفرقة والشتات أحد أهم عوامل هذه السقوط. فعوامل سقوط الدول من داخلها أكثر خطرا من إسقاطها من خارجها. ومن هنا نؤكد ونختم بثلاث رسائل. الأولى: أن واجب الوقت والظروف التي تحيط بنا تقتضي منا جميعا وتحتم علينا أن نوحد صفنا وأن نقف صفا واحدا صلبا قويا خلف قيادتنا السياسية وخلف جيشنا وشرطتنا وسائر مؤسساتنا الوطنية. وأننا اليوم إذ نفتتح هذا المسجد بعد الصيانة أو تحديثه أو تطويره نؤكد أننا دولة تبني ولا تهدم وتعمر ولا تخرب، وسنظل نبني ونبني ونحافظ على ما نبني. ونؤكد أننا عندما نعمر دور عبادتنا وعندما نحمي مساجدنا، أقول عندما نحمي مساجدنا ونحمي كنائسنا ونحمي دور عباداتنا ونحمي معالمنا التراثية، إنما نحمي وطننا وأؤكد ونحقق مقاصد أدياننا. وأؤكد أن حماية الأوطان والحفاظ عليها وأن البناء والتعمير، نؤكد أن حماية الأوطان سواء كان بالدفاع المباشر عنها من خلال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة وكل المؤسسات الوطنية، أو كان بالبناء والتعمير، لأننا عندما نجدد هذا الأسرى أو نرممه إنما نحميه ومحافظ عليه، وهكذا في كل معالمنا الحضارية والأثرية. أؤكد أن حماية الأوطان والدفاع عنها، أن حماية وطننا والدفاع عنه جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية. حماية الوطن جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية ومن موروثنا الحضاري، ومن بل هو جزء في جيناتنا الوراثية. والرسالة الأخيرة أن هذا الوطن وقف عبر تاريخه الطويل حائط صد قوي في الدفاع عن أرضه وعرضه وأمته وعن العدالة الإنسانية، وكان شوكة قوية في حلوق أعدائه المتربصين به، وسيظل بإذن الله. فأبناء هذا الشعب العظيم
توحدهم الشدائد ليقفوا صفا واحدا يتمنون الشهادة ويحرصون عليها حرص غيرهم على الحياة فداء لدينهم ووطنهم وعقيدتهم. وقلنا إن حماية الأوطان هي في صلب عقيدتنا وفي صلب حضارتنا وفي جينات هذا الشعب، وسيظل هذا الشعب كما قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا واتخذوا منهم جندا كثيرا فإنهم خير أجناد الأرض وإنهم وأهليهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة. وهذا الرباط إذا كان هناك من يقف على الجبهة يحمي الأرض والعرض والوطن، فإن كل من هو على الجبهة الداخلية عليه واجب مماثل في البناء والتعمير والحفاظ على البلد من المخربين والمفسدين، لأننا نحتاج إلى تكامل هذه الجهود، وخاصة أن الحروب الحديثة لم تعد حروبا عسكرية فحسب، بل هي حروب عسكرية وحروب اقتصادية وحروب تغييبية للعقل. فليؤدي كل منا دوره، سواء في الحماية أم في البناء والتعمير أم في التوعية والتسقيف. فقضية الوعي قضية هامة في الحفاظ على الدول. أسأل الله العلي العظيم أن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ جيشها وشرطتها وأمنها. اللهم زدنا أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في وطننا. اللهم ارزقنا الأمن في وطننا وفي ديارنا وفي أبنائنا وفي أنفسنا. ومن أراد مصرنا بسوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل العاقبة عليه لا له يا رب العالمين. اللهم اغني مصر بفضلك عمن سواك. اللهم اغني مصر بفضلك عمن سواك. واجعل رزق أهلها سخاء رخاء من البر والبحر والسهل والجبل. ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين وسائر بلاد العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمر يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واحشرنا مع أهل الهدى، واسقنا عند الحوض من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.